عسلامة، مرحبا بكم في ابيزود جديدة من سهر الليالي. اليوم باش تكون سهرة 100% كارتاج، مش نقعدوا مع بعضنا في مهرجان قرطاج الدولي، باش نكتشفوا بعضنا زوز سهرات. اقعدوا تبعوا ليميسيون. كما قلت لكم اليوم باش نكونوا موجودين في مهرجان قرطاج الدولي، هاكم تشوفوا في البريزونطاسيون درنا بكم التريك الكل نتاع مهرجان قرطاج. على كل حال باش نتعرفوا مع بعضنا على عرض المنسيه اللي هو عرض اخراج الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله اللي شفناه قبل في عرض المنسيات، وشفناه ايضا مدير مهرجان حمامات الدولي. على كل حال عرض المنسيه يشاركوا فيه برشا فنانين توانسه، باش نحاولوا مع بعضنا باش نقبوا على التراث التونسي خاصه في المناطق الحدوديه. مش يكون موجود ايضا الكوريغراف التونسي اللي شرفنا ايضا البرة اللي هو رشدي بالقاسمي، باش نشوفوا التيلي القفصي، وايضا الفنان الشعبي اللي تحبوه شريقي ريقي ريقي باو صالح الفرزيت. على كل حال ما نطولش عليكم، نشوفوا الجمهور اللي كان حاضر، وجمهور نحب اقول لكم اللي هو جمهور محترم في عرض المنسية. ماكش عجبني انت؟ لا والله لي نستنى في الوالده. لا خلينا نقول لك علاش ماكش عجبني الساعه، خاطرك ماكش لبس الدنقري والجو نتاعنا، وشويه اليوم عرض المنسيه خلينا نذكروا تراثنا. هو انا بيدي لما حاله اوكسوجي. لا لا لا، نحن بالعكس انيق اليوم باش نحتفلوا بالمنسيه ونحتفلوا بعيد المراه، وان شاء الله ديما فرحانين وربي يحفظ تونس والكيف والكل. ما احلاها لبستك الساعة ماشيه مع العرض مع المنسيه. ريتا هكاك بالحق وفا بالعاني راه شويه نعرفك المرات تصير ديما ذكيه. ديما ذكيه سورتو في عيد المراه معني. ما تغش عليك حنان، وين اللبسه نتاعك العربي والجو؟ اليوم منسيات، اليوم لازمنا نكونوا حتى انا المحل لبست فوطه مش تقليديه برشا. مو مع السخانه اللي موجوده تو اللبسه العربي باش ترزن شويه، وانا جاي نحب نعمل جو. دونك هيك ما تبعدش برشا على العربي، يخزل فازيت. اي البقيس اي صحيت ان شاء الله نعدي وجاو به مع عبد الرحمن الشيخاوي. جاي تشجع عبد الرحمن الشيخاوي؟ لا جاي نشجع فيه بالكل، اما عبد الرحمن سبيسيال مو خاطر ولد كلاسي وخويا وكبرنا مع بعضنا وتخرجنا مع بعضنا، معناه فما عشره بيناتنا. عسلامه الاولاد، محليكم طالعين على بعضكم وطالعين على العرض. ميرسي يا عايشك. شكون جاب هالفكره هذه اللبسه هذه؟ خاطر حتى الجبه منسيه ينفع المنسيه. صعبنا عسلامه كلنا مع بعض. انت سبونسور نتاعها؟ لا لا لا، انا خوهم الكبير وكا، وكلنا مع بعضنا جاتنا الفكره انه نلبسوا جباب، قلنا حفله تونسيه حفله. الجبة مسكينة قاعدة منسية يا بيد، بتلبس كان في الطور حاسيله تذكركم في حاجة تاع رعب. لا لا، حابين على اسم الحفلة هي منسية، وحابين نذكروا نحن بالجبة التونسية الأصيلة. والله منوعة شبابك تشوف فيهم، أنا جبة كيما المغرب جبة سكروتة حاسيله حافظتهم أنا الزيت. فهمتني؟ كل الأنواع كل، وحابين نوريو معناها الأصل اللبسة التونسية الأصيلة وكاو. حابين ما جبتوش مرأة، العنصر النسائي غائب. لا عندنا أمال اللي خلاك تو موجودة معانا. انتم خرجتوا هكا قهوة عاد ما تشلقش، خلينا ماما غاديك في الكراسي ونحن نخرجنا تو. يا حاجة منين جيت؟ مليون. مليون؟ والله مليون. باش تخرج في المنسية؟ إي. في عبد الرحمن الشيخ؟ إي. شنو يعجبك فيه عبد الرحمن؟ شنو يعجبك فيه؟ لا ولد بلاد. كيفية مالك؟ إي كيفية. سوالف على ربح تحضيني وادو الزين وتحلب بملهيك يا سمعين. سوالف على ربح فوق السطر بغزر الشعر وتحلب بملهيك حازم وعر. يطمشتو يطمشتو على الطيب يحلو نظر يخمل بمين. Thank you.
حياه بخير. على 13 اوت قول لي كل عام انتي حيه بخير كل يوم. انا مش اسمعني كل عام وانا حيه بخير. اليوم عيد المراه وعرض 100% رجالي. اي ما هو باش يبدا بديديكاس للمراه معناها فهمت. زعما زعما باش يسلكوا. قال باش نبدا بحاجه سميها ليك انت مدام. ان شاء الله انت حيه بخير. عايشك ان شاء الله. عيدنا عاد اليوم محلينا نسي تونس. شغلي انا خرجت سبيسيالمون خاطر عيد المراه اليوم. اه وي النساء النساء الله يخلي النساء الله الله يعيشنا والله. تونس راهم هما الاساس. هما المفتاح. هما المفتاح هما الاساس هما مستقبل تونس هما اذا كان النهضه ما تنجحش ما نجحتش في تونس سي غراس لا فام تونيزيان. اذا كان ما طبقتش الشرع سي غراس لا فام تونيزيان. دونك اوني لا اون باتاي اون لوت. عسلامة عبد الجليل. عسلامة. هانا تحكي مع حنين الشقرالي. علاقة عاطفية تنشأ بينكم في عيد المرأة. شوية لا خطيب. علاقة عاطفية تنشأ بين عبد الجليل السمراني في عيد المرأة وحنين الشقرالي. شوية لك. سمراني على وزن الشقرالي. خطيبتي تفرجت وتبطلت. خطيبتك كيف وهبي؟ لا بطلت منها ولا تنانسي البارح. شو ايش نقول لك عبد الجليل حبيب قلبي ومرته حبيبة قلبي وأنا كلهم نحبهم. أوكي أنا ولد سكنداجي. حبيب هي حبيبة قلبي وزوج المستقبل خطيبة الافتراضي حبيب قلبي. اللي تنسيه وش يذكرونا فيه؟ الحب الحرية القيم المزيانة الأغاني التونسية تراث بلادنا. الرقصة متاعنا. الرقصة متاعنا. باش نرقصوا معنا. انتم جايين؟ باش نرقصوا نحن سبيسيالمون باش نشطحوا. اي بالحق بيا الجبة تهوي هكا تعطيها كعبة هكا فهمتني وتنزل. أكثر حاجات تنسيت. الفن متاع بكري والشتيح متاع بكري يا حسر هكا ولا ايه؟ يا حسر كان فن ملتزم وكل وقت وقته فن توفي فن اجيال الوقت انت وامثالك اللي تعدى وفات زعما يرجع ان شاء الله الباهي يرجع يا ربي يرجع خاطر فريمون انا بزوان باش نرجعوا تونس العزيزه والفرحه والناس ويزينا من كد ويزينا من الارهاب ويزينا من الدنيا الكل.
في عيد المرأة و 100% ماسكولان ظلمونا شوية. مثالش بالعكس بالعكس نجمو ناخذوها بالعكس معناها. قال لك انك انت معاهم راه طيرت العيد. هاني جاي باش نتفرج نقلبها في المدارج نقلبها. ما نحويجة حنين بربي والله العبيد يعرفوك ممثلة يعرفوك هكا صحفية ساعات. شنو هي كافية معناها؟ معناها انا نحفظ كل صليحة براتيكمون معناها بعيدة شوية على الجو هذا ما هي كافية. تفضلي يا اختي سمعينا حاجة. بخنوك بنت المحامي دعيشة ريشة بريشة عامين ما يكملوا شي نقيشة. تحية المرأة التونسية. هم عملوه العرض باش يهدوه للنساء لينا احنا. اي خاطر ما يعجبنا الكادو ان شاء الله على خاطر كله غنية غزل بنساء. كلهم غنية اذية منك انت نسمعها. خاطر غنية منسية هي. نحكي لك على غنية تبع الشمال معناها تبع الكيف. الغنية تاع الجنوب ما نعرفش. اما نحكي لك على غنية تبع الشمال غنية منسية خاطر قبل كانوا يتغنوا معناها بالمرأة خاطر المرأة كانت عندها قيمة. طب يرجعوا يا وخايتي احنا وبينا بالقديم ان شاء الله الليلة ان شاء الله. اللي انا قلقتني سبيسيالمون اللي هي ماهيش داخلة في العرض راهو اللي هي لو 13 اوت في عيد المرأة تجيب لي ان سبيكتاكل ما فيش نساء يتغنى بالمراه والمراه واسمه منسيه. يا هل ترى المراه تنسيه باش تتنسى؟ لطف علينا لطف علينا ريت. لهنا انا نقول هالمديره نتاع كارتاج ما خمتش علاش ما تعملش سو ميم سبيكتاكل في الاختتام. والله العزيز يكون احسن اختتام. شاورالي كان بالبنت احليني يا ربي حدني هم تخلق من صفات بيضة حمراء زادت عني او ماذا فيها حلاوة تولي جد هاويني جد شاورالي جانب غدة هاويني جد هاويني جد شاورالي جانب غدة هاويني جد اعطوني النفة اعطوني النفة جيبوني النفة خلنا اعمل سفة خلنا اعمل سفة وصغير ومحني شفتوا سبيكتاكل راني قبل شفتوا في المسرح شفتوا العرض الاول راه اي لا شفتوا المنسيات شفتوا في المنسيات حاجه هذيك والمنسيه حاجه خويا خويا تو هذه منسيه ولا منسيات مانيش فاهمه شيء انا هذه منسيه منسيات حاجه اخرى بالحق بالحق لا علاقه يعني الفوفور لا بار دي شوز شنو الفرق تو تشوف انا عبد الرحمن شي خايف بس بلي منسيات لا لا باش نبقى كيك بحول اللي اما تو تفرج انا وخلي العباد تحكم انا واش ما نجمش نقول شيء تو خاطر بالحق ما عندوش حتى علاقه بالمنسيه تو تشوف سي صالح ارضى علينا وارجع غني في المهرجانات ارضى علينا يا سي صالح والله شو نقول لك نجي انا نفرض روحي على المهرجانات اسمك يفرض روحه راه هو راهو تاريخ قديم وراني مريت بعقبات صعيبه برشا من وقت بورقيبه الوقت الزين بيبان مسكرة انتم لو كان تسمعوني في الموال الاولاني اللي افتتحت به العرض شنو اللي قلت تو تفهموا شنو اللي قصيته انا على الفن الشعبي هذا لقد اوصل كل باب قلت بيبان الكل سكر ولم اشاهد سوى بابكم ارحموا على ربي ما قيت كان باب ربي محلول Oh
الجريد حتى الكيف فهمتني قفصة ومعنا مغنيين ان شاء الله باش يادوا التراث تاع الجهات نتاعهم كيما سي سليم فهمت شاب سليم هذا يا سيدي اهلا بالشيب ان شاء الله تقعد شاب سليم سليم اسمي اسمي سليم واسمي الشهره شاب سليم سيما سليم هذا يا سيدي مغني من ملولش معتمديه من ملولش مدينه وان شاء الله باش يغني لنا باش يغني لنا الصوالح شويه جو بدوي شويه الدنيا كذا اعطينا هكا شويه اكابيلا هكا هو شاطين الشيب الشيب شاطين اللي محمد صلاه جو الحطابه بصفه عامه كما سمعنا قبل ان شاء الله حطاب صغرون اليوم حطاب صغرون ايوه لا 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 ويا ويا قلب هي ويا قلب نينك ويك بالنار يا قلبي ولو كان لا ولو كان تبرا نزيدك هي ومقبر ذلك تلومي اش عملتوا فينا اليوم بصوتك هكيك اش طيح قرطاج بصوتك تبارك الله قرطاج ما يطيحش وتونس ما تطيحش بقوت ربي برجالها بصواتنا بنسى نسيها اللي نسيتوها في العرض لا منسيها احنا الرجال فرحنا بنساء في عيد المرأة حبينا والعرض بالفعل كان معناها رجالي للنساء باش نقول أغاني كلها موجهة للنساء عشقة محبة الأم الأخت الحبيبة وكان معناها من قلوبنا بالحق فرحنا بالمرأة التونسية في عيدها وكنا الرجال من أجل أن نحطوا دينا في دين بعضنا نساء ورجال من أجل تونس شو ذكرت اليوم مع المنساء؟ ذكرت جبال كيف اللي يضربوا فيها الإرهابيين قلت انا اليوم باش نجم تقاوم الارهاب اللي في تونس نجم تقاوم بالفن بانك تبحث في التراث نتاعك وتخرج حاجه كنوز كي من هكا تخلي العباد كل شيء شفت الجمهور كيفاش يعني انا العرض طويل شويه ما حسوهش لا والله ليه ما طويلش على خاطر الناس متعطشه باش تسمع حاجات كي من هكا متعطشه باش تميل شويه ان شاء الله العام الجاي ممكن نعملوا تورنيه ونعاودوا احنا موجودين كي ينجح العرض باش ندوروا فيه كامل الجمهورين باش نفرحوا الناس ونعملوا سهريات في بلاصه اخرى كبيره اسمعني انا قاعده مع الجمهور نسمع فيهم يقولوا الكتليليا جاري رد النباء اسمع تغني لي ليا انا اكا هاوميلا برا وراح ما يعطيني المره فات يا جاري رد النباء سلم على الكامله الطويله قالوا لي لا تنسى ما انت بعيش تزلاصي من صغره شيب لي راسي ما يكسب كان بقره وعاصي ما يعشش كان في الخلاء وبرا وراح يا العماري يا جاري رد النباء خمسه وخميس عليك شكرا بيبارك صلي على النبي عليه منورين وغني عن التعريف التليلي القبزي من الثمانينات كان في وقت من الاوقات كان هو رقم واحد في تونس برشا طلبوا منك نيران جيش اعلامي جودة والله انا يعني حبيت نغنيها لكن المخرج غنيها لي ليان سي صح لكن المخرج غنيها لي ليان حتى نسكر هكاك شيخ حتى نسكر ثم غنيها ليه شنو هو اللي في ديك هذاك؟ اخزر الشاي تاي نذكر بالتاي المخرج هو اللي قال لي لا تعمل لي اسمي بودا عندك برنامج باش تعملوا كملوا وكهو كملت ان شاء الله قلت المره الجايه نغني لكم ميغودا واكثر من ميغودا ان شاء الله Yeah.
اليوم في سهريه ظهر لي ذكرونا بالكونسيبت هذايا مع الاسعد بن عبد الله، ذكرونا بجو النوبه هكا ولا صحيح جو النوبه وجو جو النوبه اي صحيح حضرت عليه وانا صغيره ما نجمش نحضر له لا حسيلو ماني حضرت في حاجه اللي حبيت نحضر لها وانا صغيره اما سبيكتاكل مانيفيك معناها اوتنتيك ريش مزيان كيما تونس اليماج دو تونس دو توت فاسون ان شاء الله تونس ديما حيا بخير وان شاء الله المراه التونسيه زاد حيا بخير وان شاء الله عمرها ما تكون منسيه لا تونس ولا المراه التونسيه دو توت فاسون النوبه سي معناها مزود الكل احنا هذايا بدوي على الصالحي على موروث شفوي غني معناها من اصوات من نغمات من باختلافها معناها الجنوب القصائد الشعريه الزجل الخرافه لا بعيد 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 بعد بعد تام معناها مختلف تماما انا اللي لاحظته معناها ممكن انا تفرجت قبل في المنسيات كان فما حضور للمراه اليوم افتقدت يعني العنصر النسائي بالحق دافع علينا صحيتك صحيتك هذا طبيعه العرض بطبيعه الحال ما عنديش باش ندخلش في اختياراتهم لكن حسيت اللي فما الجانب هذاك كان ناقص معناها اما حفله رائعه جدا يعني العرض كان رائع في برشا فرجه في برشا اجتهاد بحث في جانب تجريدي هكا هكا متخبي شويه عجبني معناها الفن الشعبي نتاعنا اللي ما لازموش يموت ما لازمش ننساوه هذا يتصور الميساج نتاع سعد بن عبد الله افكتيفمون هذا هو حابين مش نخليوه التراث التونسي يقعد عايش نحافظ عليه باي ما عندنا من طرق وخاصه هو تبارك الله عليه هذاك لو ريتم هذا من اوله ومن اخره الله حد عليه وان شاء الله ديما في تالق وتحيا تونس نتابع في عبد الرحمن من رادس الكرتاج عبد الرحمن الشيخاوي عبد الرحمن الشيخاوي صلاح الفرزي شنو رايك نسيته شويه راهو ما توا اليوم رجعني 15 سنه 76 هكاك هاي هكا هاو عملنا جو وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما تونس فرحانه برافو برافو ليكيب كل برافو لسعد بن عبد الله برافو لمهرجان كرتاج السهريه فريمون ان سبيكتاكل انا قلت سبيكتاكل فيريل هذا بالحق معناها سي ان سبيكتاكل فيريل واي سبيكتاكل فيريل في عيد المراه في عيد المراه بطبيعه الحال سي تون ميو معناها الجمهور احتفل بيوم المراه ما في حتى امراه على الركح اي غششت منك انا لما حاله غششت هاك مش حلو العرض لا حلو حلو اما المراه وين وي المراه هيك في النصوص في النصوص في الرقص في كل شيء المراه حاضره Thank you.
سيدي يا زوفري سامحوني في الكلمه راهو هذه اسم العرض نتاعو اليوم سيب زوفري سامحوني مره اخرى في الكلمه شخصين هي صبري معنا اليوم ما عادش زوفري واحد 10 زوفره 11 ان توكا باللي بي انا 11 زوفري على روك كارتاج اليوم حققت طموحاتك اليوم في العرض هذايا مازال مازال معنا لا لا ما بالحق نخدم نتمنى اني نتجاوز اللي تابو اللي يحطوهم لنا للمجتمع واللي يحطوهم لنا الثقافه وتحطهم لنا برشا حاجات ان توكا نحب نخدم على البروفوكاسيون كيفاش تثير حاجات كيفاش بتبربش حاجات في المجتمع اللي محظور انك تلمسها محظور انك تتحدث عليها كما البدن كما 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 الجنس كما برشا حاجات ان توكا شنو رايك في الرقص بالحق احنا ذكر انا بيرسونيلمون ذكرت فرقه الفنون الشعبيه اللي مسكنات كبروا الكل ما وقعش تشبيبها اليوم مع رشدي بالقسمي والجروب اللي معاه شفنا حتى الدبكه التونسيه على طريقتهم بالقبقابه اي نفس الشيء انا بدي ذكروني شويه في فرقه الفنون الشعبيه يعني حسره وعجبوني برشا الاولاد يعني في اجتياحهم في برشا يعني فكه شويه هكا وفي نفس الوقت يعني فهم برشا خفه فما برشا يعني انتظام في الايقاع يعني شيء كبير يعني تبارك الله عليهم لي دونسور زاد كيف باش تجيب لي انا مثلا تليلي القفصي وتجيب لي معناها اسمع دي جينيراسيون مش معناها فما اختلافات جديده اما وجمعت الكوريغرافي والاولاد تبارك الله عليهم اما ايماجين ودخلوا معاهم نساء ولابسين بالاحمر نساء توانسه يشطحوا لك الشطيحه هذاك وتحط لك الحزام لهنا محلاها المراه التونسيه تغيبوا فيها حرام عليكم. الفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه يعني مش منها هي برك حتى الوزاره ولا معناها القرار الرسمي مش حاب يشببها يعني الناس مازلت عمرها في 40 وفي 30 سنه اقل واحد فيهم. قولوا له الرقصه هذيك اللي تعرفوا اللي تابلو ذوكا. ابار انه في الفولكلور ابار انه قعد فولكلوريك احنا بون خدمنا على الكوتي فولكلوريك بيان سور اللي هو فيه جانب وكل اما حاولنا نمشيوا لليومي نتاعنا حاولنا نبعدوا شويه على كل عملتوا لنا دبكه تونسيه بالقبقاب والدنجري شفت والله انا عندنا دبكه سي بيان سي اون كلاكيت معناها سي اون دونس كلاكيت جو مسيو اسبيري دو كلاكيت فهمتني قلت احنا عندنا ديجا القبقاب كوم شوسيور يتلبس علاش ما نعملوش بيه شطحه معناها بالعكس اي سا دوني ان مومون يظهر لي الناس الكل عجبتهم ترونس اكزاكتومون ترونس وي ان شاء الله يتواصل بعد قرطاج ان شاء الله في سبتمبر ان شاء الله هذا عرض يستحق العالميه انا واحد من الناس نقول انه كان انت تخلي الفنان التونسي يخدم وتوفر له الامكانيات الكل يظهر لي عرض كما ذا يدور العالم كما يعني نجم يجي يعمل عندنا عرض ويضرب ما نعرفش قداش من مليون كيف عرض كيما هكا تخرج به تعمل به العالميه تعمل به عروض عالميه يا زهر ويا أمل
سيد ولد العقل عمرك شي مخارجي والله يتربى في مهرجان قرطاج في دارته الخمسين نلقاو حفلة للفنان منير التروتي وإيريك تروفاز. العرض اسمه ناقوس. شنية صار الكواليس الجمهور اللي ما كانش حاضر بأعضية غفيرة نتفرجوا في الروبورتاج. شفما الليلة في قرطاج منير التروتي وإيريك تروفاز شنية تعرف عليهم؟ منير التروتي من احسن الاصوات تاعو في تونس وريك تروفاس ان دي ميور سور لا سين جاز انترناسيونال ليلا فما ان سواري تاع سي تروتي هكا ولا هكا في بيت لا مش وحده مع هنا واحده من سويس فرانسيز اي من سويس جوستمون انا جي با اون غراند ايدي على العرض وانما جو في ديكوفرير كلكو شوز او مره في تشوفوا الحقيقه ما عندي حتى فكرة عليه. سي مسيو منير تروتي. فوالا. على منير التروتي صوته تحفون وروحه الخفيفة. We are discovering, so we don't know, the two singers, so we come here to know them. Well, we heard about the Carthage Festival. It's very, very well known, and we thought we'd experience it because we're here on holiday. So. Venant pour le jazz, pour le bonheur d'écouter quelques moments de passer quelques moments musicaux. ولا عنده لهجه سبيسيال عنده كيفاش يوصل لك الغنيه هذيك يخليك اتيغي لي هو يسري عجبنا جيت من بومهل Thank you.
كيفاش البيبليك اليوم؟ به فماش امبوتياج شي زين جو هكا في الامبوتياج راني بيان ايغي او موا شو يجي ما يجيوش كيما صلاح مصباح باش يغني باش يغني وقعدنا نشاويشي باش يغني باش يغني سا سورا اون ريوسيت كان جاي مش تونسي راه مجاوب هاي نتصور انا غالب هذيك هي سي لا واحد سا باسي سي سي لا مونتاليتي تونيزيا مالغري انا غالب معناتها انا غالب خاطر نورمالمون نجو نشجعوا فنا ساعه نشوفوا واش فما اما نحن نخدموا ياسر على واحد الاسامي كي يبدا العرض قيم وهذا عندنا ثقه في منير طرودي وفي تخميرات وفي تسلطينات وفي لي بروجي اللي قاعد يخدم فيهم دونك كي يبدا العرض الموسيقي كيفاش يقولوها ذو قيمه عاليه من بعد الجمهور ما نقولش يجي في درجه ثانيه لكن اكيد الفنان التونسي نعرفوا اللي خاصه اللي يجيو من المشرق واللي يجيو من الغرب ثم توت تنجم تقول استراتيجيه نتاع اعلام وراهم فهمني التونسي باقي ثم كيفاش يقولوها لا كومباني ديما ناقصه شويه المهم انه 2500 تقريبا متفرج جاو باش يشوفوا هما حافظين ساعه انتاج منير ترودي والدليل انه كثير من الجمهور طلبوا اغاني بالاسم الفنان التونسي يحضر الفنان التونسي بيان سور منير ساعة خونا وصديق والبرايف حضرت حتى في البرايف حضرت عليه على خاطر الموسيقى والفن اللي يعمل فيه نحبه انا برشا وذاك علاش كنت متواجد اليوم الحمد لله الجماهير كانت بعدد محترمه جدا والعرض فهموش معاك انت جماهير مش برشا لا باهي باهي عليه شويه هكا من فوق هكا فارغين عادي ما يخلقش سيبيا الحمد لله اللي جا مبروك والخدمه قرصو مدو حاجه باهيه برشا وتشرف التونسي والفنان التونسي التراث نتاعنا ساعه لازم يكون موجود في المهرجانات الكبرى دونك يمكن ثم ثلاث ارباع نتاع العرض هي اغاني تراثيه تونسيه عاود منير الترودي عاود وظفها به طرق تثمين وتوظيف التراث يعني لا تحصى ولا تعد
هو اختار طريقة منهم اثنين منهم ذيك هي الفوا نتاعو صديق نغني زني يخدم على الشيء هذا منير الترودي واليوم شفنا زاد حتى حاجات فيهم محاولة جديدة نتاع نوفو تيب دوركستراسيون حافظ على تركيبة نتاع آلات شعبية موجودة ولكن زاد ثم بعض الحاجات موزعة بطبيعة الحال ثم لا سيكسيون كويفر اللي هي يعني يمكن جاته الفكرة على خاطر الانفيتي نتاعو إريك تريفاز. منير الليلة صوت حلو ياسر وقوي وعمل كما يلادي شراكة بغناج ما بين التونسي والغربي والجاز وال باردون نجح فيها وي حلو ياسر والله عرض به بالقداء عرض به ما شاء الله يعطيك الصحة يظهر لي اللي باش يعمل مدرسة اللي تنطران فاري ونيكول هي حاجة ممتازة لأنه مشى العمق هو يغني من الأول عمق البلاد عمق تونس وشيء رائع أنا بحسن المهم نعرفوش من قبل ما يجيت خاطرني سمعت عليه واحدة عجبني الفن نتاعه جاني مزج بين البدوي التونسي ممزوج بواحد آلات عصرية برشا توزيع كان عصري عرف كيفاش يمزج حق معناها فريمون حاجة رائعة برشا مالغري اللي فما اللي ان بو بيرتوربي سور لا سين تحس لو بروغرام ني با بيان انشيني مي واحد enfin نقول له برافو سي نورمال هو جو بونس كي سي لو بروميير فوا يطلع السين كارتاج هكا الوغ سي نورمال انا بيرسونيلمون نشجعه ونقول له برافو وواصل وراك تحفون برشا Thank you.
ميلونج مع مسيو إريك كيف يظهر لك؟ ميلونج مزيان على الاخر وانجاز مان معناتها معروف البرا والناس حبوا معناتها التخليطه اللي صارت والكولور اللي صار سيبيا يعطيهم مساحة وهايل اللي صار هايل برشا. تنسيق عجبني زادا كيفاه خاطر تحس انا ساعة عجبني علاش تنقل لك علاش خاطر خلى واحد في النصاوية ديبون شنو الواحد نتاعو يعزف على واحد اغنية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذيك اول حاجة عجبتني برشا والتنسيق جيني حلو للحق به. مشاو في برشا ثنيات ولكن المنطلق نتاعهم كان ديما الاغاني الشعبية التونسية هذاك هو الممتاز هذاك هو الباهي يعني قلت لك سي تري امبورطون باش التراث نتاعنا يكون موجود يكون مثمن الى انفينيتي دو فاسون باش يثمن التراث هذا هذيك الثنيه نتاعو بارك الله فيه اللي هو اختار باش ينطلق من التراث هذا. التجربه هذه جديده ما بين منير ترودي وإريك تروفا يعني لقاء الموسيقى التقليديه او النمط هذايا التقليدي ميوزيك دو تيروار انا نسميه وقراءه منير ترودي مع فنان جازمان هو إريك تروفا وكانت تجربة حلوة برشا ونحب نقول هوني أنه التنفيذ الموسيقي كان جيد معناتها بقيادة سامي بن سعيد المجهود واضح وهذا النمط من الموسيقى التونسية ممكن تسويقه حتى البرة ممكن يلقى طريقه في أوروبا وفي غير أوروبا. هكا نوصل نهاية حلقتنا لليوم إن شاء الله تكونوا تمتعتوا إيه سيغ راكم تمتعتوا بالجو التونسي أنا فقالي كنقولكم بسلامة وفي الأمان انتظروا كالعادة حلقة جديدة من سهر الليالي في نفس الوقت وفي نفس القناة بسلامة. سلامة مرحبا بكم في ابيزود جديدة من سهر الليالي اليوم باش تكون سهرة 100% كارتاج مش نقعد مع بعضنا في مهرجان قرطاج الدولي باش نكتشفوا بعضنا زوز سهرات اقعدوا تابعوا الميسيون كما قلت لكم اليوم باش نكونوا موجودين في مهرجان قرطاج الدولي هاكم تشوفوا في البريزونطاسيون درنا بكم التريكر الكل نتاع مهرجان قرطاج على كل حال باش نتعرفوا مع بعضنا على عرض المنسيه اللي هو عرض اخراج الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله اللي شفناه قبل في عرض المنسيات وشفناه ايضا مدير مهرجان حمامات الدولي على كل حال عرض المنسيه يشاركوا فيه برشا فنانين توانسه باش نحاولوا مع بعضنا باش نقبوا على التراث التونسي خاصه في المناطق الحدوديه مش يكون موجود ايضا الكوريغراف التونسي اللي شرفنا ايضا البرة اللي هو رشدي بالقاسمي باش نشوفوا التيلي القفصي وايضا الفنان الشعبي اللي تحبوه شريقي ريقي ريقي باو صالح الفرزيت على كل حال ما نطولش عليكم نشوفوا الجمهور اللي كان حاضر وجمهور نحب نقول لكم اللي هو جمهور محترم في عرض المنسيه عجبني انت لا والله لي نستنى في الوالده لا خلينا نقول لك علاش ماكش عجبني الساعه خاطرك ماكش لبس الدنقري والجو نتاعنا وشويه اليوم عرض المنسيه خلينا نذكر تراثنا هو انا بيدي لما حاله اوكسوجي لا 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 نحن بالعكس انيق اليوم باش نحتفلوا بالمنسيه ونحتفلوا بعيد المراه وان شاء الله ديما فرحانين وربي يحفظ تونس والكيف وكل ما احلاها لبستك الساعة ماشيه مع العرض مع المنسيه ريت هكاك بالحق وفا بالعاني راه شويه نعرفك المره التونسيه تبقى ذكية
ديما ذكية سورتو في عيد المرأة معني. ما تغش عليك حنان، وين اللبسة نتاعك العربي والجو؟ اليوم منسيات، اليوم لازمنا نكونوا حتى أنا لما حال بست فوطة مش تقليدية برشا. ما هو مع السخانة اللي موجودة تو اللبسة العربي باش ترزن شوية، وأنا جاي نحب نعمل جو. دونك هيك ما تبعدش برشا على العربي يخزل الفازات. أي البقيس لقيس. أي صحيت. إن شاء الله نعديو جو باهي مع عبد الرحمن الشيخاوي. جاي تشجع عبد الرحمن الشيخاوي؟ لا جاي نشجع فيه بالكل، أما عبد الرحمن سبيسيال مو خاطر ولد كلاسي وخويا وكبرنا مع بعضنا وتخرجنا مع بعضنا، معناه فما عشرة بيناتنا. عسلامة الأولاد، محليكم طالعين على بعضكم وطالعين على العرض. ميرسي يا عايشك. شكون جاب هالفكرة هذيا اللبسة هذي؟ خاطر حتى الجبة منسية ينفع المنسية. صعبنا عسلامة. كلنا مع بعض. أنت سبونسور نتاعها. لا أنا خوهم الكبير وكا وكلنا مع بعضنا جاتنا الفكرة أنه نلبسوا جباب، قلنا حفلة تونسية حفلة. خاطر الجبة مسكينة قعدت منسية يا بيد، بتلبس كان في الطور حسيلو تذكركم في حاجة نتاع رعب. لا حابين على اسم الحفلة هي منسية، وحابين نذكروا نحن بالجبة التونسية الأصيلة. والله منوعة جبابك تشوف فيهم، أنا جبة كيما المغرب جبة سكروتة حسيلو حافظتهم أنا زيد. فهمتني؟ كل الأنواع كل، وحابين نوريو معناها الأصل لبسة التونسية الأصيلة وكاو. حابين ما جبتوش مرأة، العنصر النسائي غائب. لا عنا أما اللي خلوك تو موجودة معانا. ما خرجتوا هكا؟ مشينا قهوة عاد ما تشلقش. خلينا ماما غاديك كف الكراسي ونحن نخرجنا تو. يا حاجة منين جيت؟ مليون والله مليون. إيش تخرج في المنسية؟ في عبد الرحمن الشيخاوي؟ شنو يعجبك فيه عبد الرحمن؟ شنو يعجبك فيه؟ لا ولد بلادي. كيفية مالك؟ هي كيفية. سوالف على ربح متحطيني واد الزين وتحلب بملهيك يا سامعين. سوالف على ربح فوق السطر بغزر الشعر وتحلب بملهيك حازم وعر. يطمستو على الطيب يحل ونظر يخمل بمين. على 13 اوت قول لي كل عام انت حيه بخير. كل يوم انا مش اسمعني كل عام وانا حيه بخير. اليوم عيد المراه وعرض 100% رجالي. اي ما هو باش يبدا بديكاس للمراه معناها فهمت زعما باش يسلكوا. قال باش نبدا بحاجه سميها ليك انت مدام. ايش لك عندي حيه بخير عايشك ان شاء الله. عيدنا عاد اليوم محلينا نسيت تونس. شغلي انا خرجت سبيسيالمون خاطر عيد المراه اليوم. النساء النساء الله يخلي النساء الله يعيشهم. الله يعيشنا والله. نسيت تونس راهم هما الاساس. هما المفتاح. هما المفتاح، هما الاساس، هما مستقبل تونس، هما اذا كان النهضه ما تنجحش ما نجحتش في تونس سي غراس لا فام تونيزيان. اذا كان ما طبقتش الشارع سي غراس لا فام تونيزيان. دونك اوني لا
اون باتاي اون لوت. عسلامه عبد الجليل. عسلامه. هنا تحكي مع حنين شقرالي. علاقه عاطفيه تنشا بينكم في عيد المراه. شوي لك خطيب. علاقه عاطفيه تنشا بين عبد الجليل السمراني في عيد المراه وحنين شقرالي. شوي لك سمراني على وزن شقرالي. خطيبتي تفرجت وتبطلت. خطيبتك كيف وهبي؟ لا بطلت منها ولا تنانسي البارح. شو ايش نقول لك؟ عبد الجليل حبيب قلبي ومرته حبيبه قلبي وانا كلها بنحبهم. اوكي انا نويل اسكندجي. حبيب هي حبيبه قلبي وزوج المستقبل خطيبه الافتراضي حبيب قلبي. اللي تنسيه وش يذكرونا فيه؟ الحب، الحرية، القيم المزيانة، الأغاني التونسية، تراث بلادنا، الرقصة متاعنا، الرقصة متاعنا، باش نرقصوا معناتها، انتم جايين؟ باش نرقصوا نحن بالطبيعة، سبيسيالمون باش نشطحوا. اي بالحق به الجبة تهوي هكا تعطيها كعبة هكا فهمتني وتنزل. برشا حاجات تنسي. فن نتاع بكري والشتيح نتاع بكري يا حسره ولا اي يا حسر كان فن ملتزم وكل وقته فن توفيق فن اجيال الوقت انت ومثال اللي تعدى وفات زعما يرجع ان شاء الله الباهي يرجع يا ربي يرجع خاطر فريمون انا بزوان باش نرجعوا تونس العزيزه والفرحه والناس ويزينا من كد ويزينا من الارهاب ويزينا من الدنيا الكل.
100% ماسكولان ظلمونا شويه ما يسالش بالعكس بالعكس نجم ناخذوها بالعكس معناها قال لك انك انت معاهم راه طايره العين هاني جاي باش نتفرج نقلبها في المدارج نقلبها شنو معنى حويجه حنين بربي والله العبيد يعرفوك ممثله يعرفوك كصحفيه ساعات شنو هي كافيه معناها معناها انا نحفظ كل صليحه براتيكمون معناها بعيده شويه على الجو هذا ما كافيه تفضلي اختي سمعينا حاجه بخنوك بنت المحامي دعيشة ريشة بريشة عامين ما يكملوا شي نجيشة تحيا المرأة التونسية هم عملوا العرض باش يهدوه للنساء لينا احنا اي خاطر ما يعجبنا الكادو ان شاء الله على خاطر كل اغنية تغزل بالنساء كلهم اغنية اذية منك انت نسمعها خاطر اغنية منسية هي نحكي لك على اغنية تبع الشمال معناها تبع الكيف الاغنية تاع الجنوب ما نعرفش اما نحكي لك على اغنية تبع الشمال اغنية منسية خاطر قبل كانوا يتغنوا معناها بالمرأة خاطر المرأة كانت عندها قيمة طب يرجعوا يا وخايتي غنوا بينا بالقديم ان شاء الله الليلة ان شاء الله اللي انا قلقتني سبيسيالمون اللي هي ماهيش داخلة في العرض راهو اللي هي لو 13 اوت في عيد المرأة تجيب لي ان سبيكتاكل ما فيش نساء يتغنى بالمراه والمراه واسمه منسيه يا هل ترى المراه تنسيه باش تتنسى لطف علينا لطف علينا ريت لهنا انا نقولها المديره نتاع كارتاج ما خمتش علاش ما تعملش سو ميم سبيكتاكل في الاختتام والله العزيز يكون احسن اختتام شاوراني كان من انت يا حبيبي يا ربي حبني هم تخلق من صفات بيضة حمراء زادت عني او ماذا فيها حلاوة تولي جد هاويني جد شاورالي كالب غد هاويني جد هاويني جد شاورالي كالب غد هاويني جد وعطوني النفة وعطوني النفة جيبوني النفة خلنا عمل سفة خلنا عمل سفة وصغير ومحني شفتوا سبيكتاكل راني قبل شفتوا في المسرح شفتوا العرض الاول راه اي لا شفتوا المنسيات شفتوا في المنسيات حاجه هذيك والمنسيه حاجه خويا خويا تو هذه منسيه ولا منسيات مانيش فاهمه شيء انا هذه منسيه منسيات حاجه اخرى بالحق بالحق لا علاقه يعني الفوفر لا بار دي شوز شنو الفرق تو تشوف انا عبد الرحمن شي خايف بس بلي منسيات لا لا باش نبقى كيك بحول اللي اما تو تفرج انا وخلي العباد تحكم انا واش ما نجمش نقول شيء تو خاطر بالحق ما عندوش حتى علاقه بالمنسيه تو تشوف سي صالح ارضى علينا وارجع غني في المهرجانات ارضى علينا يا سي صالح والله شو نقول لك نجي انا نفرض روحي على المهرجانات اسمك يفرض روحه راه هو راهو تاريخ قديم وراني مريت بعقبات صعيبه برشا من وقت بورقيبه الوقت الزين بيبان مسكرة انتم لو كان تسمعوني في الموال الاولاني اللي افتتحت به العرض شنو اللي قلت تو تفهموا شنو اللي قصيته انا على الفن الشعبي هذا لقد اوصلوا كل باب قلت بيبان الكل سكر ولم اشاهد سوى بابكم ارحموا على ربي ما قيت كان باب ربي محلول Yeah.
حتى الكي فهمتني قفصه ومعنا مغنيين ان شاء الله باش يادوا التراث تاع الجهات نتاعهم كيما سي سليم. فهمت شيب سليم هذا يا سيدي؟ احلى بالشيب ان شاء الله تقعد. سليم سليم اسمي اسمي سليم واسم الشهره شيب سليم. سليم سليم هذا يا سيدي مغني من ملولش معتمدين ملولش مدينة وان شاء الله باش يغني لنا باش يغني لنا السوال شويه جو بدوي شويه الدنيا كذا اعطينا هكا شويه اكابيلا اللي هو باش يعطينا الشيب شيب شاف لمحمد صلى الله جو الحطاب بصفة عامة كما سمعناها قبل إن شاء الله حطاب صغرون اليوم حطاب صغرون أيوة لا 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 ويا او يا قلب هي ويا قلب نينك ويك بالنار اه يا قلبي ولو كان لا ولو كان تبرا نزيدك هي ومقبر ذلك تلومي. اش عملتوا فينا اليوم بصوتك هكيك؟ اش طيح قرطاج بصوتك تبارك الله؟ قرطاج ما يطيحش وتونس ما تطيحش بقوت ربي برجالها بصواتنا بنسي نسيها اللي نسيتوها في العرض. ليه منسيح. احنا الرجال فرحنا بنساء في عيد المراه حبينا والعرض بالفعل كان معناها رجالي للنساء باش نقول اغاني كلها موجهه للنساء عشقه محبه الام الاخت الحبيبه وكان معناها من قلوبنا بالحق فرحنا بالمراه التونسيه في عيدها وكنا الرجال من اجل ان نحطوا دينا في دين بعضنا نساء ورجال من اجل تونس. شو تذكرت اليوم مع المنسى؟ ذكرت جبال الكيف اللي يضربوا فيها الارهابيين. قلت انا اليوم باش نجم تقاوم الارهاب اللي في تونس نجم تقاوم بالفن بانك تبحث في التراث نتاعك وتخرج حاجه كنوز كي من هكا تخلي العباد كل شيء. شفت الجمهور كيفاش؟ يعني انا العرض طويل شويه ما حسوهش. ليه والله ليه ما طويلش على خاطر الناس متعطشه باش تسمع حاجات كي من هكا متعطشه باش تميل شويه. ان شاء الله العام الجاي ممكن تعملوا تورنيه ونعاودوا احنا موجودين كي ينجح العرض باش ندور فيه كامل الجمهورين باش نفرحوا الناس ونعملوا سهريات في بلاصه اخرى كبيره. اسمعني انا قاعده مع الجمهور نسمع فيهم يقولوا لك تليلي جاري رد النباء. اسمع تغني لي ليا انا اكا هاو ملا برا وراح ما عاد غني المره فات. يا جاري رد النباء سلم على الكامله الطويله قالوا لي لا تنسى ما انت بعيش تزلاصي من صغره شيب لي راسي ما يكسب كان بقره وعاسي ما يعشش كان في الخلاء وبرا وراح يا العماري يا جاري رد النباء. خمسه وخميس عليك ربي يبارك نصلي على النبي عليه منورين وغني عن التعريف تليلي القبزي من الثمانينات كان في وقت من الاوقات كان هو رقم واحد في تونس. برشا طلبوا منك نيران جيش شي اعلامي جودة. والله انا حبيت نغنيها لكني المخرج غنيها لي ليان سي صاحبي لكني المخرج غنيها لي ليان حتى نسكر هكاك شيخ هذا نسكر ثم غني ليه شنو هو اللي في ديك هذاك؟ اخزر الشاي تلاقي نسكر بالثاي المخرج هو اللي قال لي لا تعمل ليش موجودة عندك برنامج باش تعملوا كملوا وكهو كملت وان شاء الله قلت المره الجايه نغني لكم ميغوده واكثر من ميغوده ان شاء الله. قالوا لي روح Yeah.
في سهريه ظهر لي ذكرونا بالكونسيبت هذايا مع الاسعد بن عبد الله ذكرونا بجو النوبه هكا ولا صحيح جو النوبه وجو النوبه اي صح حضرت عليه وانا صغيره ما نجمش نحضر له لا حسيلو ماني حضرت في حاجه اللي حبيت نحضر لها وانا صغيره اما سبيكتاكل مانيفيك معناها اوتنتيك ريش مزيان كيما تونس على ليماج دو تونس دو توت فاسون ان شاء الله تونس ديما حيا بخير وان شاء الله المراه التونسيه زاد حيا بخير وان شاء الله عمرها ما تكون منسيه لا تونس ولا المراه التونسيه دو توت فاسون النوبه سي معناها مزود الكل احنا هذايا بدوي على الصالحي على موروث شفوي غني معناها من اصوات من نغمات من باختلافها معناها الجنوب القصائد الشعريه الزجل الخرافه لا بعيد 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 بعد بعد تام معناها مختلف تماما انا اللي لاحظته معناها ممكن انا تفرجت قبل في المنسيات كان فما حضور للمراه اليوم افتقدت يعني العنصر النسائي بالحق دافع علينا صحيتك صحيتك هذا طبيعه العرض بطبيعه الحال ما عنديش باش ندخلش في اختياراتهم لكن حسيت اللي فما الجانب هذاك كان ناقص معناها اما حفله رائعه جدا يعني العرض كان رائع في برشا فرجه في برشا اجتهاد بحث في جانب تجريدي هكا متخبي شويه عجبني معناها الفن الشعبي نتاعنا اللي ما لازموش يموت ما لازمش ننساوه هذا نصور الميساج نتاع سعد بن عبد الله افكتيفمون هذا هو حابين مش نخليوه التراث التونسي يقعد عايش نحافظ عليه باي ما عندنا من طرق وخاصه هو تبارك الله عليه هذاك لو ريتم هذا من اوله من اخره الله حد عليه وان شاء الله ديما في تالق وتحيا تونس نتابع في عبد الرحمن من رادس الكرتاج عبد الرحمن الشيخاوي عبد الرحمن الشيخاوي صلاح الفرزيت شنو رايك نسيتو شويه راهو ما توا اليوم رجعني 15 سنه 76 هكاك هاي هكا هاو عملنا جو ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما تونس فرحانه برافو برافو ليكيب كل برافو لسعد بن عبد الله برافو لمهرجان كرتاج السهريه فريمون ان سبيكتاكل انا قلت سبيكتاكل فيريل هذا بالحق بعد سي ان سبيكتاكل فيريل واي سبيكتاكل فيريل في عيد المراه في عيد المراه بطبيعه الحال سي تون ميو معناها الجمهور احتفل بيوم المراه ما في حتى امراه على الركح اي غششت منك انا لما حاله غششتها هكا ماهوش حلو العرض لا حلو حلو اما المراه وين وي المراه هيك في النصوص في النصوص في الرقص في كل شيء المراه حاضره
يدروا. زوفري سامحوني في الكلمه راهو هذه اسم العرض نتاعو اليوم سايب زوفري سامحوني مره اخرى في الكلمه شخصين هي صبري معنا اليوم معاش زوفري واحد 10 زوفره 11 انطوكا باللي بي انا 11 زوفري على الركح كارتاج اليوم حقق طموحاتك اليوم في العرض هذايا مازال مازال معنا لا لا ما بالحق نخدم نتمنى اني نتجاوز اللي تابو اللي يحطوهم لنا للمجتمع واللي يحطوهم لنا الثقافه وتحطهم لنا برشا حاجات ان توكا نحب نخدم على البروفوكاسيون كيفاش تثير حاجات كيفاش تبربش حاجات في المجتمع اللي محظور انك تلمسها محظور انك تتحدث عليها كيما البدن كيما كيما الجنس كيما برشا حاجات انطوكا شنو رايك في الرقص بالحق احنا ذكرت انا بيرسونيلمون ذكرت فرقه الفنون الشعبيه اللي مسكنات كبروا الكل وما وقعش تشبيبها اليوم مع رشدي بالقاسمي والجروب اللي معاه شفنا حتى الدبكه التونسيه على طريقتهم بالقبقابه اي نفس الشيء انا بدي ذكروني شويه في فرقه الفنون الشعبيه يعني حسره وعجبوني برشا يعني في شتيحهم في برشا يعني فكه شويه هكايا وفي نفس الوقت يعني فما برشا خفه فما برشا يعني انتظام في الايقاع يعني شيء كبير يعني تبارك الله عليهم لي دونسور زاد كيف كيف مش تجيب لي انا مثلا تليلي القفصي وتجيب لي معناها اسمها دي جينيراسيون مش معناها فما اختلافات جديده